ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على برج الجوزاء واكتر حاجه بيفكر فيها او اكتر احساس مشترك موجود عند برج الجوزاء خلال شهر يوليو لعام 2021. شهر يوليو بالنسبه لنا مهم جدا جدا. ليه؟ لان عندنا تحركات كتير وتغيرات كتير ودعم كتير ومساندات كتير، وعندك كمان انت فكرك بيتغير لانك عايز تجدد من طاقتك وعايز ان انت تنجح في امور مختلفه وعايز تطور من نفسك جدا، وعايز كمان ان انت تنجح مهنيا وتستغل مساعدات من الاخرين، مش بتستغل الاشخاص، انت تستغل المساعدة نفسها بان انت تستغلها فتطور من نفسك، مش مساعدة وخلاص او مش نقطة ايجابية فقط، لا انت عايز تعمل اكتر من كده. الفكر اللي جواك ان انت بتفكر في حاجات كتير ليها علاقة بالخوف من الطرف الثالث، بان انت عندك مشاعر مفتقدها فبتحاول انك تلاقيها في شخص ما، بتفكر كتير في النقطة دي، بتفكر كتير في ان انت عايز تعمل تطوير قوي للوضع المهني، عايز تعمل اسم كبير، عايز ان انت كمان ترد على كل الشامتين بيك او على كل الحاقدين او الناس الغلوية. برج الجوزاء انت عندك نجاح قوي جدا، واحنا قلنا ده في التوقعات ومعاك لاول 11 يوم نجاحات مميزه كتير بسبب كوكب عطارد اللي موجود عندك، ولكن في نفس الوقت احنا اتكلمنا على حركات الكواكب، ولكن في ناس بتبقى عايزه اللي هو الكلام البسيط اكتر، يعني ان احنا الكل نفهمه ومش عايزين نفهم حركاتك. المهم يعني فانت عندك فيه نجاحات قويه وده بينبني عليه كتير من غل الاخرين او احقاد كتير، فهنا اقدر اقول لك ان انت عايز ان انت تطور من نفسك اكتر، عايز تنجح اكتر، عايز تعمل حاجتين مهمين جدا، والحاجتين دول بيكونوا ضد بعض كتير. اول حاجه انك انت عايز انك تطور من نفسك وتعمل اسم وشيء واو وابقى حاجه كبيره جدا وحاجه ما يعني كانك عايز تحتل العالم او المنتج مثلا بتاعك يبقى حاجه قويه، او ان انت تكبر بشيء مهم، او ان انت كمان تحقق اسم ليه علاقه، لو عارف انت فكره صديق الشله، عايز تكون كل الناس او كل الاصدقاء حواليك انت مقربين ليك انت، فده شيء مهم، واهتمام بنفسك وشكلك وستايل وكل ده. الحاجه الثانيه ان انت عايز تعملها ان انت عايز يعني على قد ما انت عايز تغيظ الحاقدين وتبقى حاجه كبيره والكلام ده كله، على قد ما انت عايز تحافظ على نفسك من الحسد، وعايز تحافظ على نفسك من الناس اللي بتغل كتير والناس اللي بتحقد كتير والناس اللي بتتكلم كتير والناس اللي مش عارفه ايه. طب ما هو ده هو اللي جايب ده، ده موجود عندك في دماغك كتير. طب انا انصحك بايه؟ انا انصحك انك تتحصن بالادعيه، تتحصن بالقران. يعني في صور معينه انا بالنسبه لي، يعني انا طبعا القران كله بعشقه، بس انا ما بحبش اقول ده عشان في ناس بتقعد تقول كلام سخيف جدا بصراحه، بس في عندي صور معينه انا حافظه، انا الحمد لله، بس في نفس الوقت برضو اقدر اقول لكم حاجات كده بسيطه. عندك سوره البقره بتمنع كتير وبتحصن البيت حتى لمده اسبوع لو قريتها على ميه، عندك كمان سوره الدخان بتحرق اي حاجه، سوره الرحمن سوق اللي هي الملك لان ناس كتير عارفه بالملك، عندك كمان سوره ياسين مهمه جدا جدا، السور دي للتحصين، طبعا القران كله للتحصين، بس انت كمان هتحس انك متحصن لما تقراهم جدا. الرحمن الواقع، ياسين الرحمن الواقع، هتلاقيهم ورا بعض دايما، دول مهمين كتير قوي قوي للتحصين لكل ده. بالنسبه لك برضو دايما ان انت تبقى تذكر ربنا لما تكون بتتكلم مع الناس دي المهم، فدي نقطه النصيحه اللي انا عايزه اقولها، انك لازم تحصن نفسك بكتاب الله وكلمات الله. الحاجه برضو انا دماغي زي برج الجوزاء، فبرج الجوزاء مش هلاقي منه انتقاد، انا عارف. المهم برج الجوزاء بالنسبه لنا برضو نصيحه تانية مهمه، ان او حاجه تانية مهمه موجوده في بالك انت بتفكر فيها، بس هقول لك فيها نصيحه. انت عندك حب جديد وعندك عشق وقلبك بيميل لحاله من ان انت عندك متطلبات رومانسيه او متطلبات ليها علاقه باستقرار عاطفي. النصيحه ان انت لو مرتبط بشريك اطلب منه ان انت عندك عايز اهتمام او عندك مفتقد حب او مفتقد اهتمامه اللي كان قبله، اعمل ده جدا. لو انت شاكك في الشخص ده حاول تتعامل بيه انك تجذبه اكتر. برج الجوزاء ملوك الجاذبيه، بمعنى الكلمه ملوك الجاذبيه، فاي حد بيعاني او شاكك في طرف ثالث تجاه الشريك بتاعه او في علاقته العاطفيه عليك ان انت تعمل له جذب. هتعرف تعمل ده؟ انت ابسط برج تعمل ده، ابسط برج تخطف قلوب الناس، برج فوق الفظيع في الجمال. طيب برج الجوزاء دي نقطة مهمة كتير عشان عندك متطلبات عاطفية أكتر. بالنسبة برضو للأمور المهنية أنت بتفكر كتير إن أنا عايز أحقق اسم، إن أنا عايز أطور من نفسي، إن أنا أستغل المساعدات أو بعض الأشخاص اللي تساندني عشان أقدر أوصل لكذا أو كذا، فعندك الموضوع ده
وده شيء ايجابي واتكلمنا عنه. الحاجه بقى اللي ما اتكلمناش عنها ان انت عندك فيه اهتمامات ماديه، اهتمامات بفلوس، اهتمامات ان انت تكبر اسم تكبر رصيدك اكتر، تكبر وضعك المهني اكتر، ان انت تهتم بيه ان انا اكون عندك اصلا فكره ان انا عايز اشتري حاجه، فعايز اكون حاجه تخليني اشتري وعندي حته الامان المادي. عندك كمان كتير عايز تحقق فكره الامان المادي، وبرج الجوزاء بتفكر كتير في سفر، بتفكر كتير في تعاملات اجنبيه، بتفكر كتير في تحقيق رغبه خاصه مع اشخاص غير جنسيتك او غير في غير بلدك، بتفكر كتير في ده سواء امر مهني او كمان عاطفي او امر يخص استقرارك في الوضع الحياه. يعني يمكن يكون عايز تنتقل لدوله تانية وتعيش فيها او تتعامل مع اشخاص خاص مش بلدك وتقعد فيها، فعندك ده تغيير مكان كتير. عندك كمان بتفكر جدا في فكرة ان انا عايز اغير المود بتاعي، اغير المود بتاعي او اغير المزاجية عندي بان انا انطلق انطلاقة مميزة، باني انا اغير جو والمود بتاعي. من الاخر انت عايز تستمتع بالاوقات بتاعتك، عايز ان انت تستمتع بنفسك جدا او تهتم بنفسك جدا. كتير هتبقى مهتم بشكلك وستايلك ومظهرك وتعاملاتك، وكمان مهتم بالاثارة الجدلية الايجابية طبعا. يعني ايه؟ يعني مهتم كتير بالسوشيال ميديا، مهتم كتير بتعاملاتك المهنيه اللي لو ليها علاقه بامر فني او ليها علاقه بحاجه اجتماعيه او حاجه ليها علاقه، يعني الناس اللي هيكونوا مثلا مشهورين او هتكونوا مهتمين اكتر بالسوشيال ميديا او مهتمين جدا بالامور الجدليه اللي ليها علاقه بالاثاره عشان يكون فيها جذب، فيكون ده موجود كتير. فبالنسبه برضو ليه ان انت عايز تهتم بنفسك في عندك اهتمام بالشكل والمظهر والتعامل والذكور والبيت والشغل والكلام ده كله، كمان عندك اهتمام بنفسك انك تمتع نفسك، اني استمتع باوقاتي. فكره ان انا مش هاجي على نفسي عشان خاطر موقف، عشان خاطر شخص، او عشان مش عارفه ايه، اللي هو عارفين فكره برج الجوزاء بيحب قوي الفكر ده، اللي هو احنا جايين الدنيا نشتغل ونعمل حاجه لنفسنا ومش عارفه ايه ونستمتع، نستمتع بقى. فعندك دي جدا جدا يا برج الجوزاء، انا بحب الدماغ دي جدا عشان دي دماغي يعني، فبحب الدماغ اللي بتساندني كتير. المهم فبرج الجوزاء عندك ده كتير. عندك كمان اهتمامات عائليه او اهتمامات ببعض الاشخاص، انك عايز تقرب من الاشخاص دي، عايز يكون في زيارات عائليه او زيارات ما بينك وما بين اشخاص. عندك ان انت بتنفتح اجتماعيا، عندك ان انت بتتواصل مع الكتير، عندك ان انت عايز يبقى في حركه في التواصل بشكل دائم ما بينك وما بين الاشخاص، عايز ان انت تلغي اي قطيعه ما بينك وما بين حد. عارف فكره ان انا ما اخسرش فلان عشان ممكن في يوم احتاجه، ما اخسرش فلان عشان ممكن يكون يبقى شخص مش عارفه ايه، او ممكن يكون شخص كويس جدا، فانا ليه اخسر؟ مش فعندك ده جدا، عندك ده قوي. فعندك التمتع بالقرب بالعلاقات، وعندك ترابط، وعندك تواصل جيد جدا جدا، فاهتمامات بالتواصل بشكل عام. فده نبذة بسيطة قوي 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 عن دماغ برج الجوزاء وتفكيره واحساسه او مشاعره العاطفية زي ما قلت لكم. فبتمنى ان انتوا بقى تقولوا لي في التعليقات الكلام ده بتفق معاكم ولا لا. احنا دخلنا في شهر يوليو، فالنتيجه هتبقى في بوادر باينه من الكلام ده. بشكركم جدا، بتمنى كتير اني اكون فدتكم، بحبكم كتير كتير كتير. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.